قام اتحاد إذاعات الدول العربية في تنظيم يوم إعلامي عربي موحد لنصرة القدس الشريف في 17 من كانون الأول برعاية جامعة الدول العربية، حيث ينص هذا اليوم على تأمين بث مباشر طيلة 10 ساعات متواصلة عبر 3 استوديوهات مركزية في كل من فلسطين، الأردن ومصر. هي القدس توحدنا اليوم، هي القدس، هي يبوس، هي إلياء، هي زهرة المدائن، هي مدينة السلام، هي القدس طريق الأنبياء إلى السماء ودرب الآلام لأجل السلام. تبقينا فلسطينية يا درة التاج ويا قدس الأقداس، تبقينا فلسطينية مهما حاولوا تغيير تاريخك وتحريفه. تم تنظيم هذا اليوم للتعبير عن الاستنكار الشديد للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتأكيداً للمساندة العربية الكاملة للشعب الفلسطيني ونصر مدينة القدس في مواجهة القرار الأمريكي. كانت ولازالت وستظل إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وهي درة التاج، وهي زهرة المدائن، وهي أرض الإسراء والمعراج التي لا سلام ولا استقرار دون أن تكون كذلك. في هذا اليوم تم بث مضامين متنوعة تشمل تقارير إخبارية حول الحراك الشعبي والسياسي والدبلوماسي ضد القرار الأمريكي، وبرامج تلفزيونية حول مدينة القدس المحتلة، وعرض آراء سياسيين دبلوماسيين وإعلاميين عرب.